بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أحيي الأخت السيدة وأحيي السادة الوزراء والمستشارين وكافة المساعدين، وأرحب بهم جميعا. اليوم عندنا فقرة واحدة في هذه الجلسة الطارئة، وهي تقديم استقالة الحكومة، تقديم الاستقالة إلى الأحداث اللي حصلت وأهمية تفكيك هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع. كان هناك بالأمس خطاب مهم إلى المرجعية، وأيضا هناك يعني كثير من التداعيات، سقوط مزيد من الضحايا والجرحى، وهذا أمر مؤلم حقيقة، يعني تهون أمام كل الأشياء الأخرى. الدم والضحايا هو أهم شيء وأمر يعز علينا تماما، يعز على الجميع، وحاولنا جهدنا فعلا أن نوقف هذا النزيف، واتخذنا قرارات في وقتها شجاعة وجريئة بمنع استخدام الرصاص الحي. لكن للأسف الشديد عندما تحصل اشتباكات تحصل فيها مضاعفات وتحصل فيها تدخلات وأمور متشابكة، فيحصل يسقط، وهذا دائما يعني يسقط ضحايا، وهذا دائما أمر يعني إلا نتائج غير طيبة. على الحكومة أن تتخذ موقف أيضا شجاع في هذه المسألة، وبالتالي الاستقالة أصبحت يعني أمر مطلوب كجزء من التهدئة، وعسى أن مجلس النواب يجد حلول إضافية لهذا الموضوع. رسالة الاستقالة ستكون بالصيغة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها. لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية. لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها. وفقكم الله ورعاكم، ومن على شعبنا بالأمن والسلام والهدوء والرقي والتقدم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادل عبد المهدي، رئيس مجلس الوزراء، 29 تشرين الثاني 2019. الحكومة باقية تقوم بأعمالها كالمعتاد، لكن إذا صوت مجلس النواب بقبول الاستقالة فتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية. رئيس الوزراء بصفته كرئيس وزراء وقائد عام قوات مسلحة يستمر في أعماله كالمعتاد، لا شيء يتغير، لا شيء يتبدل. كذلك الوزراء أيضا يقومون بكامل أعمالهم بدون أي نقص، بدون أي ثغرة، بدون أي فراغ ممكن أن يشكل في إدارة البلاد. أعتقد بشكل عام هذا أمر يجب أن نرى جانب الإيجابي، يعني نحن لم نعد حكومات ديكتاتورية أو انقلابية، حكومات تستقيل، وزراء يستقيلون ويأتي غيرهم، وهكذا أسلوب تداول السلطة في البلدان الديمقراطية، وهذا أمر طبيعي. تتجدد الدماء، تتجدد الأفكار، تتجدد المقترحات والمشاريع، وهكذا تتجدد شبابية البلاد وشبابية الشعب والتدافعات التي تحصل، سواء كانت تدافعات من أحزاب سياسية أو من الرأي العام، هي اللي يصنع حراك معين يجب أن يلتقط ويجب أن يفهم بشكل جيد حتى ممكن للبلاد أن تسير إلى
الأمام. فانتهينا من عهود الدكتاتوريات ودخلنا في عهد ديمقراطية. لا شك ديمقراطيتنا لا تزال هشة، لا تزال يافعة، فيها كثير من عوامل الخلل، لكن هذا هو الطريق لبناء الديمقراطية، لا يوجد طريق آخر. من الأخطاء ومن تصويب الأخطاء نسير في اتجاهات صائبة وسليمة. ممكن أن فعلا نربي، نثقف، نتثقف، نتعلم، وبالتالي بالإمكان فعلا المضي قدما إلى الأمام وتجديد أفكارنا وتجديد ممارساتنا بما سيكون أفضل. قد يتشائم البعض أو قد يحبط البعض، لكن أنا أدعوهم للنظر بمقياس وعين يعني أبعد من اليوم، أن ينظروا بعين السنوات ويقايسوا ما كان عليه البلد في 2006، 2007، 2008، يعني قبل عقد من السنين، على كافة الصعود. على الصعود الأمنية كان لدينا معارك قاسية، وفي اليوم الواحد كان يسقط كثير من الشهداء والضحايا بسبب الأعمال الانتحارية وبسبب لاحقا أعمال داعش. اليوم الأمن في البلاد سائد، وهذا السبب حقيقة أن ممكن أن تخرج مظاهرات، وممكن أن في هذه المظاهرات يكون هناك مطالبات تصل إلى تغيير النظام وتغيير الدستور وتغيير الحكومة، وكل هذا يجري كما يجري في بلدان أخرى. كذلك في بلدان أخرى عندما تحصل مثل هذه المظاهرات، رغم أن تجاربهم أوسع بكثير من تجاربنا واستعداداتهم لمواجهة الاحتجاجات المجتمعية أفضل بكثير من ما لدينا، لكن أيضا يقع ضحايا يؤسف عليهم، وتقع أيضا اضطرابات وتعطيلات وأعمال حرق وأعمال غير قانونية وغير صحيحة. عندما بدأت الأحداث كان هناك انفجار كبير، انفجار شعبي كبير بعدة اتجاهات، وكثير من المطالب كانت مختلطة، المطالب السياسية بالمطالب الخدمية بالتعيينات بكثير من القضايا، الخدمات وغيرها، كثير من القضايا كانت مختلطة. واستطاعت مظاهرات أن ترسي مفهوم جيد ضاغط على الحكومة لإجراء إصلاحات، وضاغط على كل الطبقة السياسية وعلى البرلمان وعلى كل صناع الرأي في البلاد من أجل إجراء تغييرات جذرية. المظاهرات بهذا المعنى، المظاهرات السلمية، وأيضا هذا ما ورد في خطبة المرجعية بالأمس، بقت تميز نفسها، وإحنا أيضا نميزها كمظاهرات سلمية ونتعامل معها كمظاهرات سلمية. لكن هذه المظاهرات أيضا هناك من اندس في صفوفها، وهذا أيضا ما أشارت إلى المرجعية، بل أشارت إلى اليوم جميع القوى الداخلية والخارجية أصبحت تشير إلى، أيضا أصبح واضح أن هناك مخربين ومندسين يهاجمون البنك المركزي، يهاجمون الموانئ، يحرقون. هذا عمل غير مقبول، دائما على الدولة أن تواجهه، إما بأسلوب الإقناع وبأسلوب التهدئة والترضية، أو تواجه بقوة القانون والنظام. هذا أنا أعتقد أمر يستمر ولابد من استمراره، وإلا لن يكون هناك قانون ونظام في البلاد، والقانون والنظام يجب أن يفرض نفسه على الجميع، كما يفرض نفسه اليوم على الحكومة فتستقيل الحكومة لأن الدستور أو السياقات السياسية المتبعة والأعراف المتبعة تقتضي فعلا أن الحكومة تفسح الطريق لغيرها حتى يعالج مجمل هذه الأوضاع. أعتقد أيضا الأطراف الأخرى عليها أن تدرك أن أي أسلوب غير قانوني وأي أسلوب غير نظامي لا يقود إلى نتيجة، لا يقود، حتى إذا قاد إلى فترة قصيرة من الوقت، لكن على المدى الأبعد سيرتد على نفسه وسيكون مؤذي للجميع مهما كانت النوايا، مهما كانت الأغراض. هذه الحكومة هي تأسست أيضا، أذكركم لما أقول واحد خلي يشوف بعيون يعني بعين جيدة، هي هاي الحكومة تأسست
في ظل أزمة، وكانت أزمة خانقة وأزمة حقيقية، ليست أزمة بسيطة. كانت أيضا تقاطعت القوى كما قيل في يومها، نحن نقف على شفا حفرة من نار، هاي الكلمات كانت تقال، فأنقذونا، خلي الحكومة تيجي تنقذ هذا الوضع. وكان الإحباط أيضا شديد جدا، وكان التشاؤم أيضا شديد جدا، وكانت المخارج أيضا غير متوفرة وغير قائمة في ذلك الوقت. فحقيقة جاءت هذه الحكومة في ظروف غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة، والأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الخارجية، الأوضاع الداخلية، التقاطعات بين القوى السياسية، وما كان كثير من الناس متفائلين فعلا أن الحكومة تسير إلى الأمام تتقدم، وكان البعض يتكلم بعد شهر، بعد 6 أشهر إلى آخره. نعم، الآن بعد مرور سنة وصلنا إلى ساعة حقيقة، وصلنا إلى نقطة قد تكون نقطة نهاية لهذه الحكومة لكي تستبدل بغيرها. لكن ماذا جرى خلال السنة؟ خلال السنة الأمن استتب أكثر، علاقاتنا الخارجية، أصبحنا بلد متقدم جدا في العلاقات الخارجية، كل صفينا كل القضايا مع دول الجوار والدول الأخرى، وأصبحت لدينا علاقات ممتازة ببقية الدول، بحيث إحنا في شهر أيلول عندما كنا نتلقى كبار المسؤولين من العالم كانوا دائما يتكلمون كيف أن العراق يدخل في تجربة ناجحة وللمرة الأولى، وكان التفاؤل عالي المستوى. وأيضا وقعنا عقود في أوروبا مع ألمانيا ومع فرنسا، ذهبنا إلى الصين وقعنا عقود، ذهبنا إلى السعودية وقعنا، ذهبنا إلى إيران وقعنا، وانطلقت حركة كبيرة، مئات المشاريع المتلكية عادت إلى العمل، مما يعني عودة مئات آلاف العاملين إلى العمل خلال هذه الفترة. مئات مليارات الدولارات تحركت من خلال هذه المشاريع، ووزارة التخطيط وهيئة الاستثمار لديها إحصاءات في هذا الموضوع، كله هذا تحرك، كله يعني الأمور لا تتحرك فقط من قبل القطاع العام أو من قبل وزارات الدولة. لعل الأهم من هذا، من أن تتحرك قطاعات القطاع العام، هو أن الدولة تحرك الاقتصاد، تحرك القطاع الخاص، هذا أهم بكثير. وهذا ما حصل عندنا، توزيع أعداد كبيرة من قطع الأراضي، توظيف وأيضا إيجاد العمالة لأعداد هائلة كبيرة جدا من العراقيين العاطلين العراقيين، حل مشاكل جزئية كثيرة. أصبح للحكومة برنامج حكومي التابعة، لم تعد الأمور سائرة هكذا يعني على الخواطر وعلى ردات الفعل وعلى الشؤون اليومية، وإنما أصبح لدينا برنامج حكومي متكامل نتابعه. أصدرنا القسم الأول، القسم الثاني، النصف الثاني من السنة الآن منتهي معد، وكان يجب أن يصدر حقيقة عطلته بعض الأمور، وهو حاضر ويصدر إن شاء الله خلال فترة قصيرة. هذا أمر مهم، لأن هذا يشكل خارطة طريق يومية لكل الدوائر وكل الوزارات، وينظم شفافية عالية في قياس أداء هذه المؤسسات، مدى التقدم مدى التأخر يحصل، وأعتقد لاحظتوا في أعمالنا. أيضا الآن أعدت موازنة بدأت بإدخال مسألة البرامج والأداء والموازنة التي ستقدم إلى مجلس النواب في هذا العام، سيكون فيها جزء مهم الانتقال إلى موازنة برامج وأداء. أيضا كذلك اليوم القطاع النفطي تطور كثير، القطاع الغازي تطور كثير، توطين الرواتب سرنا به قدما، بحيث إحنا مع نهاية هذا العام حوالي 30% من الرواتب مقننة. حزم الإصلاحات الصادرة من قبلكم فيها كثير من الأمور الاستثنائية التي لم تكن موجودة سابقا، هذه كلها أمور مهمة حصلت خلال هذه الفترة. العلاقة بين بغداد وأربيل كانت علاقة جيدة، ونحاول أن نحسنها أكثر، انطلاقا من مبدأ أساسي
وهو وحدة العراق، وكذلك أن نتقاسم كافة المسؤوليات وكافة الواجبات مهما كانت، ونصفي كافة متعلقات المراحل الماضية، وننطلق إلى الأمام بشكل واسع جدا. تقدمنا كثير في الزراعة، الزراعة فيها تقدم كبير للغاية، يعني أنهينا موسم الحصاد فيما يخص الحنطة والشعير، والمعدلات كانت قياسية لم تحصل سابقا، أؤكد لم تحصل سابقا في تاريخ العراق مثل هذه القفزات في إنتاج الحنطة والشعير. والآن نسوق أيضا الشلب الرز، وأيضا لم يحصل سابقا هذه المساحات المزروعة ولا هذه الكميات المستلمة. أن في الشلب قد نصل إلى حوالي 1,000,000 دونم، وهذا 10 أضعاف ما كان يزرع في السنة الماضية مثلا، وكذلك كمية ما يستلم من منتوج أيضا أضعاف ما كان يستلم في السنة. هاي كلها منجزات كبيرة، هاي تتحرك معها قطاعات كثيرة وعديدة في كافة الاتجاهات. كذلك دخلنا احنا إلى المؤسسة الأمنية فيما يخص توطين الرواتب، فيما يخص تأسيس المداخر الميرة ومحاربة الفساد الذي كان حقيقة، عندما أتكلم عن توطين الرواتب هذا له علاقة مباشرة بالفضائيين وبكل الأساليب المخادعة للاستيلاء على أموال بشكل غير شرعي، واستيلاء على مثلا في المداخر الميرة مثلا أرزاق الجيش كانت تعطى إلى الآمرين وكانت تخصم من المنتسبين. الآن لما نصير عندنا مطابخ مركزية، لما نصير عندنا توزيع مركزي، نقتصد مبالغ هائلة طائلة، وحاربنا كثير من قضايا الفساد. النفط الأسود الذي كان يباع بسعر بخس الآن رجع إلى سومو، وفي الطن الواحد أصبحنا نربح $90، مما سيوفر حسب إحصاءات وزارة النفط سومو ما لا يقل عن $600 مليار سنويا. مجرد هذه العملية وإعادة تنظيمه، ممكن أن أسرد طويل لو يسنح لنا الوقت، في إنجازات كثيرة في التعليم، في التربية، في الصحة، وتوفير الأدوية الأساسية التي كانت مفتقدة، يعني حوالي 12-13% كان فقط متوفر منها. الآن إحنا نقترب من 100% من 500 دواء أساسي، أعتقد باقي لنا فقرات بسيطة حتى نصل إلى توفير الأدوية الأساسية، استمرار في بناء المدارس، استمرار في بناء المستشفيات بخطط جريئة وجديدة. حقيقة كثير من الأمور تمت خلال هذه السنة. كان يقال ستكون لدينا أزمة خطيرة في الكهرباء ومعدلات التوزيع ستكون أقل من السنوات الماضية، لا، كان معدلاتنا أكثر من 25-30% أفضل من السنوات الماضية، مع وضع أسس أن السنة القادمة إن شاء الله، أرجو أن لا تؤخرنا الأحداث عن متابعة مثل هذه المشاريع. وتحسن الكهرباء كثيرا، وبلغنا معدلات ذروة إنتاج حوالي 19,000 ميجاوات، بعد ما كنا أقل من هذا بحوالي 4,000 ميجاوات في الفترات الماضية. فما أنجز في حقول عديدة كبير حتى في النقل، الآن سنوات طويلة احنا في ميناء الفاو لم نتقدم، تقدمنا في هذه المسألة وأنهينا مثلا كاسر الأمواج وسائر الأمور بهذا الشكل، رغم أن المسائل لم تكن بسيطة لا على صعيد الموازنة، لم تكن بسيطة لا على صعيد الأوضاع العامة في البلد والضغوطات الكثيرة الموجودة، سواء من مؤسسات حكومية أو من خارج البلد في الضغط علينا. عدد كبير من المهجرين رجعوا إلى بيوتهم وقراهم بمعدلات جيدة جدا، أمور كثيرة ممكن الكلام بها. حقيقة حماية المنتج المحلي، اليوم أصبحنا عشرات المنتجات تنتج محليا 100% تقريبا، وهذه كانت كلها تستورد وعاطلة. لدينا مهام أمامنا كثيرة قادمة، لكن ما أنجز هو غير قليل إطلاقا. إنجازات مهمة، فتحت الخضراء، الطرقات فتحت، الناس أصبحت تتنفس الصعداء، تسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، المطاعم، الفنادق، كل هذه الأمور حقيقة شهدت بغداد، شهدت المحافظات
كثير من علامات الانفتاح والتحسن والتهدئة، لكن للأسف الشديد أيضا حصلت هذه الأحداث، وعلينا أن نتعلم منها دروس بليغة حتى نقدر نتقدم إلى الأمام أكثر، نستفاد من هذه الدروس أين أخطأنا، أين كان هناك هفوات، أين كان هناك عراقيل، وين لم ننصف شعبنا إنصاف جيد. يجب أن نستمع إلى كلمة الشعب، أين لم ننصف الأمور بشكل جيد، أين أخطأنا، أين لم نعالج أخطاء حكومات سابقة، أين هذه الحكومة أخطأت وقصرت، كيف تعالج الأمور. هذا من واجبنا، من واجب من يأتي ويستلم بعدنا أن يصحح مثل هذه الأمور. أنا اتصلت بالرئيس المحكمة الاتحادية ليلة أمس لما قررنا أن نتخذ قرار الاستقالة على ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها، وهو قال هذا الإجراء هو الإجراء الصحيح، لأن هناك جدل في الإعلام أن هل تقدم إلى رئيس الجمهورية، هل تقدم إلى مجلس النواب. نعم تقدم إلى رئيس الجمهورية عند خلو المنصب، وأعتقد النظام الداخلي يشير في المادة 18 منه، وقد يسمي بمعنى الإعفاء. هذه استقالة، هاي يعني لرئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء، وبالتالي هناك وجهة نظر وهناك باب أن تقدم له الاستقالة إذا كان نوع من الإعفاء من العلاقة، أن رئيس الوزراء لا يستطيع القيام بمهامه فيصير خلو منصب. والمادة 81 من الدستور تعالج هذا الأمر في 81 ثانيا. لكن الوجهة النظر اللي تلقيتها من رئيس المحكمة الاتحادية أن تقدم الاستقالة لمن صوت على الحكومة، ومن صوت ومنح الثقة للحكومة هو مجلس النواب، ومن سيقبل الاستقالة في النهاية سواء أتت من رئيس الوزراء أو سواء أتت من رئيس الجمهورية سيكون البرلمان نفسه، سيكون مجلس النواب نفسه، فبالتالي تقدم إلى يكلف السيد رئيس الجمهورية باختيار مرشح جديد وتشكيل حكومة جديدة خلال أوقات محددة بموجب الدستور. فهذا سياق جدا واضح وسليم ودقيق. أتمنى فعلا على مجلس النواب وعلى أعضائه وعلى كتله أن يتوفقون بسرعة، لأن حكومة تصريف أمور يومية ليست كحكومة طبيعية وعادية، ستكون محدودة الصلاحيات، ما بها الطموحات، ما بها المشاريع الجديدة التي يجب أن تقوم بها. فبالتالي إحنا ماشيين بهذا السياق، وأنا قريت عليكم كتاب الاستقالة حتى نرسله.